السلام عليكم، يوجدكم وصفة الباناكوتا بالفخاز. هي وصفة سهلة وكل عندكم المقادير هذم في الدار نورمالمون تلقاوهم. الوصفة فيها 200 مليليتر قشدة طارية سائلة كريم ليكيد، مادا بكم تكون 30% ماتيغ غراس، 30% ماتيغ غراس، 200 مليليتر حليب، ساشي سكر فاني، هنا عندي 7 غرام ابخي 7.5، زوج معالق كبار سكر، ملعقة كبيرة نشا، 250 غرام فخاز فراولة. عندنا دوز ايتاب، نبداو ساعة لا كريم الاولى ومن بعد نديرو الكولي دو فخاز. هي سهلة الوصفة. نبداو نحطو هنايا توسكي ساك، المواد اللي مش سائلة، سكر، سكر فاني ونشا. نخلطوهم مليح، نخلطو المواد الناشفة. نزيدو الحليب ولا كريم ليكيد، كانت عندي في الثلاجة، كانت في الجدار، ماهيش فريمون فريمون ليكيد. نزيدو لا كريم ليكيد، نحطوها سوغ فدو، نقصو الغاز باش نديروهش قوي بزاف، نخلطو حتى تولي تولي عقدة. هنا لا كريم عقدت، هاكم كتشوفوا، دوكا نصفيوها. ونحطوها في لي فيغين، هذا ما طرف لافاني، نحطوها في فيغين بالطريقة هذه راح نديروها. نميلو لي فيغين باش يجيو باه تجي لا بريزونطاسيون مليحة. نميلو لي فيغين بالطريقة هذه سهلة. ها كيما راكم تشوفو الطريقة هذه، تقدروا مام ديروها بطريقة سهلة، ما تميلوهمش، تحطو تجي طبقة بيضة وطبقة حمراء.
جاوب هذه الطريقه ونحطهم في الثلاجه لمده ساعه ولا ساعه ونص. نجيب المرحله الثانيه. المرحله الثانيه نقصوا لي فريز اون بتي كوب اون بتي مورسو هكا الاربعه. وعندنا شويه قرص، نص قرصه حبه قرص، و ابوبري زوج مغارف كبار سكر، والسكر على حسب الذوق، كاين اللي مسكر بزاف كاين اللي موان سكري، كل واحد يدير لا دوز تاعو. بصح جينيرالمون بور 250 غرام نديرو ابوبري 2 ا 3 كويير كبار تاع السكر، ونحطوهم على النار. دوك تشوفوا معايا الطريقه، انا حطيتها في مخله صغيره ما نزيدولهاش الماء، نقصوا عليها ونعسوها هي تطلق الماء تاعها نورمالمون، تطلق الماء تاعها وتطيب في الماء تاعها، ونزيدولها القارص والسكر. هاو الفريز طاب، دوك نزيدولو نص حامضة نص ليمونة، وقيس زوج معالق سكر. ما خليوهاش تنشفها، نحيوها قبل ما تنشف. ابري ما بردو لي فريز راح نميكسيوهم. ما نحتاجش ما با لو كولورون باسكو لا كولور اي بيان روج، لا كولور حمراء بيان، ما نحتاجوش الملون الغذائي. ميكسيوها ودوك نصفيوها السر، ومن بعد نحطوا لها شويه نشا ونحطوها تتعقد شويه في الكاسرونه باش ما تكونش طرو ليكيد كي نحطوها في لي فيغين. زدت لها فنجال ماء وندير لها مغرف كبيره بصح مش معمره بزاف، انا نتعي هذه لاكيير شوي صغيره على مغرف كبيره نشا بصح مش معمره، نخليها تعقد. الوغ اللي ما بغاش يدير نشا يقدر يخليها كولي دو فريز، ما يزيدلهاش نشا مش لازمه، انا بغيتها شوي تكون عاقده هاك ما روحها. نخليها تعقد ونرجعو مع بعضنا، ومن بعد نشوفو كيفاه نقدمو لي فيغين. هنايا عقدت ها ثانية، بعد ما خليتها ثلاث سوايع في الثلاجة ها هي شدت روحها وبردت بيان. دركا الديكور كيما بغيتو، سي لوكازيون ومونج هذا من التحليات بالفواكه الفصل، وخي دركا سي لا بيريود تاع لي فريز، مالا اون بروفيت نديرو دي كونفيتور ونديرو تحليات هكا، سورتو رمضان خفاف وباردين ومنعشين. جيسبر الوصفة عجبتكم، صحة فطوركم وبالصحة ولهنا. باي باي.